كونفرنس دو بريس بطريقه مهينه وكلنا ننتقدنا يعني لاكت انا كونداني لاكت ماشي ماجير كون جوار اسم كبير شخص طيب ولكن لي زاكت كصحافه لازم ننتقد ونقدم لك الحجه لاكت انا كونداني لاكت وكل الناس في الاعلام قدروا بلي ماجير غلط الراي العام قدروا بلي ماجير غلط ميم زاكت اليوم يتعاودوا مع لو سيليكسيون ناسيونال اللي ما راحش لا كوب دي موند وكراس افون ديرني في لا كوب دافريك افيك 200 اورو في الشهر والناس تعطي له الحق يا ناس راهو ينشر في الحقد والبلبله ويعني لاين بين لي زالجيريان نقولها كل يوم ونعاودها يعني يقدر يرحل هذا المدرب في اي وقت واش يخلي لنا اليوم يخلينا الناس حاقدين على بعضهم الناس تسب في بعضها الناس تنتشي كي المدرب يهين صحفي شو المستوى وين ننزل زعما بالماضي ماشي بالثوابت الامه يا ناس ماشي بالثوابت الامه حبيت نردو بالثوابت وربما اكثر من الثوابت تاع الامه شوف المستوى وين راح الناس الراي الاخر حب ينحيم لا كونفيرونس دو بريس انت كي تكلم على البورتابل يعني لانتيميتي وعلاش في لا كونفيرونس دو بريس اشاك فوا كي صوني البورتابل لي جورناليست تحبس لا كونفيرونس وتهين مي كصحافه كنا نقولوا وي اي لا في ريزون بار ريسبي الصحفي يطفي البورتابل تاعو ما عندناش حنا حرج ما عندناش عقده اللي عنده عقده يروح يشوف كاش يحل العقده ديالو حنا ما عندناش عقده هو اللي عنده عقده ميم الالفاظ اللي يستعملها الفاظ مهينة يعني ينتشي بس زعما يهين الصحفي قدام رأي العام نتحداه يدير في الكونفرنس دو بريس في فرنسا هكذا ما يديرش يقول له سمحوا لي على الاكسبريسيون فومير فوز اتر اونتاي دو فومير سي كوا سي قلة احترام قلة كيما يكون قلة الاحترام ما بقاتش خدمة باش انت تجيب اليوم لا كونفرنس دو بريس لي جورناليست في يعني كامل وي نعموا معليش رانا في جمهوريه ما عناش في مملكه في جمهوريه عندنا ان شون تاع ليكسبريسيون مضمون في الدستور ما اليوم ما تبدلوش علينا المفاهيم اذا عندك مشكل يعني رجليه بعيد نقعد انا كصحفي مؤمن بالرساله اللي راح نقدمها ولا واحد يخليني ندير رايي وباش نمشي ونقول واش قال في الماضي يعني صحيح 100% وصح ما عندناش الحق اليوم اسمع اهلا بكم رفيق وحيد مجدد ينتقد تصرف حزب الماضي وتعامله مع الصحافة الجزائرية ويقول أتحدى بالماضي أن يفعل هذا أمام الصحافة الفرنسية لا تنسوا رأيكم في التعليقات وشكرا.